بسم الله الرحمن الرحيم. ومع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة شهره التاسع، قصفت قوة الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة، هي الثانية خلال يومين. يأتي ذلك فيما نزحت مئات العائلات الفلسطينية أمس الجمعة من غرب رفح إلى خان يونس تحت وطأة توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة. وخلال ال 24 ساعة الماضية ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 77 شهيدا و 221 إصابة. في اليوم 245 من الحرب، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره بحق المدنيين الأبرياء. فقد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر ضد المدنيين العزل خلال الساعات الأخيرة، حيث استشهد 68 شهيدا و235 جلهم من النساء والأطفال. واغتالت طائرات إسرائيلية رئيس بلدية النصيرات الدكتور إياد لمغاري في قصف استهدف مبنى البلدية وسط قطاع غزة. الاحتلال في هذه المجزرة وهذه الإبادة الجماعية يستهدف بشكل ممنهج مع سبق الإصرار والترصد، يستهدف الطفل الفلسطيني باعتقاد أنه يجب أن يتم إلغاء الجيل القادم من خلال عملية القتل والإبادة والتجويع ومحاولة كي وعي الطفل الفلسطيني. وبالتالي نحن أمام مجزرة عنوانها دائما هنا الطفل الفلسطيني. مدرسة أخرى تابعة للأنوروا تحولت إلى هدف لهجوم من قبل صواريخ الاحتلال، هذه المرة في النصيرات، حيث شنت القوات الإسرائيلية هجوما دون سابق إنذار على النازحين في مدرسة الأنوروا، ما أدى إلى مقتل 35 شخصا وإصابة العشرات. صار معنا الليلة بقينا نايمين الساعة 1:30، ما لقينا الإشي بيجي من وراء، دخل على المبنى، هذا المبنى الفوقاني، لقينا الإشي بالطاير، الشظايا وصلت لعنا هنا، والحمد لله الله نجانا من الجهاد، لكن راح ضحايا بيجد أكثر من 30 شهيد. الناس نايمة في أمان الله، ما لقينا إلا غير صواريخ نازلة في هالصفوف هذه في جهة الزنام. طلعنا نجري، كان النسوان كلهم نايمات، كنا نطلع نجري طرب بنغال، اللي لها جوز اللي لها أخو اللي لها غالي طلعت تجري طرب بنغال بروسهم برجلين بحالهم. ووفق تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد صدر الخميس، قتل الاحتلال منذ بدء عدوانه ما يزيد عن 14,350 طفلا، ليشكلوا 44% من إجمالي عدد شهداء القطاع خلال نفس الفترة، مشيرا إلى أن النساء والأطفال يشكلون 70% من المفقودين، والبالغ عددهم نحو 7,000. تزيد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الوضع السيء فيها أكثر سوءا، واستمرار المجازر وقتل الأبرياء بلا رحمة بات العنوان الأصعب في حياة الفلسطينيين في ظل هذا العدوان المتواصل على غزة. عبد الرحيم أبو كويك، تلفزيون دولة الكويت، من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، فلسطين.